أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين سجلت تجربة نوعية متميزة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك تطبيقا لتوجيهات ملك البلاد المعظم وبعمل مدروس ومحكم سخرت من أجله جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذا واستعرضت معاليها مسيرة الإنجاز الذي أحرزته مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة كورونا والجهود التي بذلتها في سبيل تحقيق التعافي من آثارها، مؤكدة أن المملكة اتخذت خطوات سباقة منذ بداية تفشي الوباء لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ارتكازا على قاعدة متينة من التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. جاء ذلك ضمن كلمة معالي رئيسة مجلس النواب والممثلة العربية الوحيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر القمة 14 لرئيسات البرلمانات التي تعقد في أوزبكستان، حيث كان موضوع الجلسة الأولى معالجة مخاطر التعافي العالمي بعد الجائحة. سيدات والسادة، إن لقاءنا يمثل فرصة مواتية لتبادل الخبرات المثمرة، إذ إننا في مملكة البحرين سجلنا تجربة نوعية متميزة خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا للرؤى الدقيقة من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبعمل مدروس ومحكم سخرت من أجل جهود فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث اتخذنا خطوات سباقة منذ بداية تفشي الوباء لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ارتكازا على قاعدة متينة من التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار يعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة، فتحققت بذلك نتائج مثمرة في التصدي للوباء وتطويق تداعياته على مختلف المستويات وتوفير العلاج واللقاح للمواطنين والمقيمين مجانا على حد سواء، وأحداث استقرار مدروس للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وإنفاذ إجراءات ضمنت انسيابية مواصلة العمل في كافة مناحي الحياة.